صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم قول بعض الناس إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخطأ حين عبس في وجه الأعمى؟ قد أخطأ حين عبس في وجه الأعمى. ما أظن مسلم بيقول هذا الكلام. الرسول أخطأ؟ ما أظن مسلم يقول هذا الكلام. الرسول صلى الله عليه وسلم لما أنه أراد أن يعزل الضعفاء عن مجالس أشراف قريش، قصده الدعوة إلى الله، يستميل هؤلاء الأشراف، الله نهاه عن ذلك، الله نهاه عن ذلك وقال له: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء، فتطردهم فتكون من الظالمين. الرسول ما طردهم، ولكنه أراد أن يجعل لهم مجلس ولهؤلاء مجلس، ولا ما طردهم عليه الصلاة والسلام، فالله نهاه عن ذلك. فاللي يقول أن الرسول أخطأ أو أن الرسول رد الأعمى وقرب، حتى أن واحد من فساق الأدباء لما جاء إلى بعض الملوك واستقبله وهو أعمى، واحد أعمى من الأدباء المشهورين المعاصرين، لما جاء إلى أحد الملوك واستقبله وبش به، قال: أنت خير من محمد، أنت بششت بالأعمى ومحمد عبس في وجه الأعمى. نسأل الله العافية. نعم.